لعيبه نادي الزمالك خرجوا ما عدا شيكابالا، عايزين يلتقطوا معاه صور، واللي عاوز التيشيرت يعني شيكابالا له شعبيه كبيره الحقيقه في افريقيا. ادي لعيب اثنين صوروا مع شيكابالا، لعيبه تانيه عايزين يتصوروا معاه، حسام عبد المجيد. شعبية كبيرة لشيكابالا في القارة السمراء، شاء من شاء وأبى من أبى. طبعا شيكابالا حزين وزعلان على التعادل، لكن بيلبي رغبة لاعبي دريمز. لقطة في الحقيقة مميزة في تاريخ شيكابالا.